أن يأخذه أيضا حجابة البيت أن تكون مفاتيح البيت عنده وكان يستحق ذلك لأنه مسلم والرجل لم يسلم بعد فلما قال العباس أعطنا يا رسول الله مفاتيح الكعبة أنزل الله هذه الآيات أو تلا رسول الله هذه الآيات والتفت إلى الرجل وقد بدأت أنوار الإيمان تداخل قلبه لما رأى سماحة رسول الله لم يكذب عليهم لم يخن أمانة عاش معهم حياة رأوا فيها أمانة حتى وهم يخاصمونه في مكة ويعادونه ويضرب يضربونه ويسيلون دمه ويضعون الأكذار عليه وهو ساجد مع كل تصرفاتهم لم يخنهم أموالهم نفائسهم أماناتهم كانت في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكانوا حتى بعد إعلانه الرسالة بالتوحيد ونفي الشرك كانوا مع ذلك مع معاداتهم له مع ايذائهم اياه يضعون الامانات الضنائن التي يخافون ان تسرق يضعونها عنده، طيب انتم ضده تكذبونه تسفهونه تتكلمون عليه، نعم لكن قلوبنا متاكده متيقنه ان هذا الرجل لا يخون، فهو محل امن. فكانوا يضعون اماناتهم عنده ولهذا اخر سيدنا علي بن ابي طالب عندما احتاج انما عندما امره الله بالهجره هاجر فترك عليا بعده في مكه ليوصل الامانات التي في المنزل الى اهلها، الى من؟ الى اعدائه. الى الذين يقاتلونه. إلى الذين آذوه إلى الذين اضطروه اضطروه أن يخرج من أحب البلاد إليه إلى الذين أهلموه إلى الذين عذبوا أصحابه إلى الذين ذبحوا أصحابه قتلوا ياسر قتلوا سمية عذبوا الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء عظم الأمانة في روحه وفي قلبه صلى الله عليه وآله وسلم جعلته يؤدي حقوقهم إليهم بالرغم من السوء الذي واجهه فيه به لهذا الرجل رسخ في قلبه أن الذي أمامه أمين صادق هو رسول الله ولما رأى حقنه للدماء وعدم تشفيه في كفار قريش عدم انتقامه من الذبح الذي حصل منهم لأصحابه والأذى الذي نال أحب الناس إليه حمزة قتل وذبح وألقي لما رأى هذا الصدق هذه الأمانة هذا الرقي عرف أن الحق عند رسول الله فلما رأى رسول الله الإيمان فيه والإسلام بارز عليه ناوله رسول الله مفاتيح الكعبة وقال خذوها أي قبيلتكم فرعكم خدوات حسن اداء الامانه كما يحب ويرضى واين نحن في ذلك ممن يقتل ويغدر ويؤذي ويخون من ائتمنه بحجه انه خالفه في الراي